أشرف كنا نتحدث لماذا لم يسجل الجليل رغم أنه نظم حاله، يعني ظهر بصورة أفضل. لكن طيب نيجي للوحدات، بين الشوطين طلبت بشرارة والزلمة رد عليك ونزل شرارة، طلبت أنت بصالح راتب والمدرب رد عليك ونزل صالح راتب، ومع ذلك ما سجل الوحدات. ليش ما ظهر؟ هو مش بس ما سجلش، لا ما ظهرش بالشكل المطلوب. انا ما طلبت بين الشوطين ننزلهم، انا طلبت من بدايه المباراه تنزلهم. هذول لاعبين هجوميين، لازم تنزلهم في مباريات زي هيك. انت بتلعب قدام الجليل اليوم، اذا ما نزلتهم من بدايه المباراه لازم ياخذوا اجواء المباراه من اول ما يصفر الحكم من الدقيقه الاولى، يبين للفريق الثاني انه انا نازل افوز اليوم. المدرب اليوم للأمانة يعني الكابتن أمجد بحترمه كثير وبحبه كثير، وهو من أفضل المدربين في البلد للأمانة بحكي لك، ما في فريق راح عليه غير عمل معه بصمة. بس المدرب اليوم أنا من وجهة نظري أنه كان شوي كثير يعني معطي محترم فريق الجليل، متحفظ شوي، متحفظ كثير ومحترم فريق الجليل زيادة عن اللزوم. أنا اليوم بلعب قدام الجليل، احنا وهو يعني فريق، يعني الجليل طريقة اللعب نحكي، مش شوف فريق. كابتن احنا طريقة لعب الجليل كان المفروض يندفع اكثر، يعني هذا هو هيك نحط. شوف مباراة الوحدات والجليل لو تيجي تتابعها، حتى مباراة الذهاب في الموسم هذا اللي انتهت 2-2، تيجي بتعرف انه فريق الجليل في الشوط الثاني بتحسن دائما اداؤه. احنا في مباراة الذهاب كان الوحدات متقدم 2-0، في الشوط الثاني الجليل قدر يسجل هدفين ويتعادل. بس يا اشرف، بس معلش، يعني انت بتقول انه لازم يلعب في ارتكاز، الجليل الشوط الثاني صح له 3-4 فرص، ماشي، يعني كاد ان يخطف نقاط المباراه، يعني الوحدات ما ياخذ ولا نقطه 100%. هلا انا لما العب في ارتكاز واحد مش معناه اني ما انا مدافعش، لا، هلا في منظومه دفاعيه بشكل عام بتبلش من المهاجم للحارس المرمى. المنظومه الدفاعيه للفريق لازم كلهم يدافعوا بشكل واحد مع الفريق. هلا انت فوت ضاغط الفريق الثاني بتخفف حالك العبء. انت اليوم ما في حلول هجومية، يعني أنا بدي أرجع أحكي على الحلول الهجومية. طيب أنا اليوم يعني إذا مش قادر أصل مرمى الخصم، أو مش قادر أصل من 1-2، ولا قادر أعمل شيء، ولا حتى التزات. أنت تخيل يا دكتور ليث طول 90 دقيقة، أو مش 90 دقيقة، فوق 100 دقيقة تقريبا التعبت، ما في ولا شوطة على المرمى ولا تسديدة على المرمى غير تسديدة أبو زريق اللي هو شرارة، اللي هي شكلت خطورة، بينما ما في ولا فرصة حقيقية للوحدات. على عكس فريق الجليل اللي الشوط الثاني استغل اندفاع الوحدات للأمام والأخطاء الدفاعية طب أنا اليوم محترف زي محسن قدام فريق الجليل بخطأ خطأين قاتلات، مش بس الكرة الرجعة، في كمان خطأ أخطاء قاتلة. طب هاي مشكلة كبيرة. كمان بكرة أنت بدك تلعب قدام الفيصلي، قدام الحسين إربد، عندهم مهاجمين على مستوى عالي. إذا بدك تكون في هذا المستوى راح تشكل خطورة على الفريق، وللأمانة لأن النقاط اللي ضيعتها أنت اليوم راح تكلفك كبير وتكلفك ثمن باهظ لقدام في المنافسة. يعني بنقدر نقول الوحدات ابتعدت كثير. والله على شوف، يعني حتى الوحدات لو فاز اليوم على الأداء هذا هو مبتعد، هو بده لازم الحسين يخسر 3 مرات، لازم يخسر، ولازم هو كمان يفوز على الحسين. أنت بتطلع، أنا بتطلع لقدام، أنا بتطلع على الوحدات. يعني في سنة من السنوات طلعنا في استوديو تحليلي لما الرمثا أخذ الدوري وقلنا والوحدات ومتى كان فاز بنفس الدوري، وكان هو متصدر، وحكيت انه الوحدات مستوى غير مطمن انه ياخذ الدوري، وفعلا كان مستوى غير مطمن. السنه هاي ما بالك انت فارق 9 نقاط والمستوى غير ايضا مطمن، حتى لو الفارق نقطتين انت على المستوى هذا وعلى التكتيك الموجود والخطط الموجوده صعب جدا. طب انا اليوم يا دكتور، انا اليوم عندي مش قادر اخترق دفاعات فريق الجليل، طيب لا قادر اخترقهم من التسديد ولا من العمق ولا شيء، بدي اعتمد على الكرات العرضيه. طب لما انا بدي اعتمد على الكرات العرضيه، انا احصائيه للاعبين افضل ضارب هد في النادي الوحدات اللي هو محمود زعتره، افضل ضارب لعلمك احصائيته احسن من هنري. طيب انا بدي اعتمد على الكرات العرضيه، ليش انزل محمود زعتره في دقيقه 60؟ ليش ما نزلته يا سيدي اخر ثلث ساعه نزله حتى اعتمد على الكرات العرضيه؟ محمود ضارب هد كويس وعندك هنري ضارب هدي كويس، انا مش قادر اخترقهم، لا خلص بلعب على الكرات الارضيه. فعشان هيك بنحكي دائما لازم يكون عند المدرب حلول هجوميه، عنده خطه بي وخطه سي وخطه دي. طيب ترجع للجليل، الجليل نظم حاله، انت طلبت بين الشوطين، برضه برجع زي ما حكيت لاشرف، طلبت بين الشوطين ينظموا حالهم دفاعيا، نظموا، طيب نظموا حالهم دفاعيا، نظموا حالهم هجوم وما سجل. هلا مش ضروري تسجل، بس ضروري انه انت شكل الفريق، انك توصل، انه يكون لك شكل للفريق، انه يكون في ترابط خطوط، انك تكون ند للوحدات، انك تحرج الوحدات ب 12 لاعب انت مغيرهم ما بين مرحله الذهاب والاياب، تغير 12 لاعب تستبدلهم،
في ظروف مالية صعبة، في غياب رواتب من 3 شهور أو 4 شهور إنجاز إذا كانت معلومتي دقيقة 100%، في إمكانات متواضعة جدا تحرج الوحدات اللي بينافس على اللقب وتبعدوا أكثر عن تبعدوا أكثر وتحصل من نقطة، لا أنت كنت قادر برضه يعني تسجل. نجح، نحكي نجح الجليل في هذه المباراة، نجح نجح. الشوط الأول ما كان في عند الجليل شكل ولا كان في عنده هدف، لكن الشوط الثاني، الشوط الثاني تنظيم، خرج بتنظيم وصورة ونتيجة، ونتيجة حتى النقطة، النقطة ثمين لفريق نادي الجليل أكيد طبعا، واحد متذيل الترتيب بيقطف من وصيف، صار 10 نقاط الجليل، الترتيب نقطة مهم جدا. إذا التبديلات اللي طالبنا فيها عبيدة علي، تغيير شكل الفريق، تقارب الخطوط، الانتقال ما بين الحالة الهجومية، التحولات ما بين الحالة الدفاعية للحالة شكل الفريق اختلف الشوط الثاني. ولو يعني والمشكلة انه فريق نادي الوحدات رغم وضوح عوامل الخلل عندهم في عدم التسجيل، يعني ساعد فريق نادي الجليل شوي. كيف ساعد فريق نادي الجليل؟ سوء حال فريق نادي الوحدات ساعدت فريق نادي الجليل انه حصل النقطة، رغم انه الجليل لو ركز شوي كان. طب انت حكيت انه يقدر يسجل، واضح كيف يعني كان يقدر يسجل في الوحدات؟ كيف يعني؟ انا بعطيك مثال انه كان في خلال الشوط الثاني اكثر من 7 طابات أو 8 طابات من منطقة الوسط لفريق متكتل دفاعيا على منطقة جزائه، والاصرار على لعب الكرة الطويلة ما بين 6 و7 لاعبين متكتلين دفاعيين بيلعب البلوك المتأخر، وما في عندك لاعب زي ما حكى الكابتن ينهي في الهد. ثاني إشي أنت شكل الفريق ما تغير إلا بعد دخول شرارة وإلا بعد دخول صالح راتب، شفنا شوي في تنقل وفي انتقال وفي لاعبين، يعني أنا شخصيا نظم الوحدات، لا مش نظم، هو تغير تحسن بس حسن. مش ما كانش كان متحسن بالضبط. ما سجل لأنه الوحدات ما عرف الادوات، يعني انت زي ما حكى الكابتن هلا انت في مباريات من البدايه لازم تحسمها كابتن، ما بدك تحط حالك، ما بدك تعطي ثقه للفريق، لازم الشوط الاول تنهيها صحيح، ما بدك تعطي. الجليل استمد ثقه من التعادل الشوط الاول، هلا انت الوحدات لو كان داخل في ادوات صح ودخل في المباراه من البدايه وسجل هدف، المباراه انا متاكد انه راح تنتهي ب3 أهداف واكثر. لكن الجليل بتبديلات الشوط الثاني وسوء حالة فريق نادي الوحدات، سوء حالة فريق نادي الوحدات ساعدت الجليل كثير. خلينا نحكي احنا توهان الوحدات اللي لا والله سيء الفريق اللي سيء اليوم سيء. الوحدات سيء طبعا سيء. سيء كثير كمان مش شوي يعني انه حتى التبديلات اللي صارت يعني دلط في الموضوع مش ظابطه، ادخل ابرز يعني ادخل بوكبا وادخل زعترة وشوي يعني مش عارف، واصراره على عدم وجود سريوة. انا بحكي سريوة مش لانه انا يعني سريوة لاعب عنده كنترول، عنده الطابة البينية، عنده الكرة الساقطة، عنده حلول في حالة التكتل الدفاعي يا صالح. لا لا مش لا ممكن يلعبوا الاثنين، ممكن يلعبوا الاثنين، ممكن يلعبوا مباريات في الدور الاول الاثنين. والتاخر في الادوات خلى الوحدات تحت الضغط، ليش؟ لانه كل ما تاخرت في التسجيل انت فعليا احنا شفنا التسارع من الشوط الاول، فما بالك حتى في لاعبين عدا المؤاخذ، يعني في لاعبين ما لازم يستمروا طول المباراة. يعني أنا اليوم مثلا مستوى أنس العوضات مش كويس، ليش أخلي لآخر المباراة؟ مش في المود، مش في المود بطلعه، ما في مشكلة عندي. يعني أنا شايف من الشوط الأول مش موفق أنس، ليش أخليه يكمل لآخر المباراة؟ في عندي لاعبين بدلة كويسين، في عندي سريوة صانع لعب على مستوى عالي، زعترة كان مفروض ينزل، بغض النظر زعترة كويس مش كويس، لكن زعترة في مباراة زي هيك بنهي لك مباراة، من هد واحد بنهي لك المباراة. أنت في مباراة زي هيك بدك واحد بس كرة عرضية يحط لك إياها بالجول، زعترة منطقيا كمان، ما هو أنت منطقيا نحكي منطقيا، يعني عندك نقل العوضات شمال وخلى يمين شرارة وحط في النص صالح ونزل بوقبة، كيف وين دروح في البيت؟ طيب منطقيا تحكي صح، بس أنا شايف أنس مش موفق، ليش أخليه في المباراة؟ بس تبدله مباشرة بمين؟ ما حكينا ممكن أنا أغير طريقة اللعب، يعني ما استبدله بناء زي ما حكى الكابتن، بنزل زعترة بلعب مهاجمين صريحين، بلعب 4-4-2، بلعب مهاجمين صريحين، أنا مش خسران إشي، يعني أنا تعادل عندي زي الخسارة اليوم في نقطتين نفس الثلاث. وكمان لما نزل عبيدة على الطرف اليمين، يعني خلى كان في خطورة من نحكي بصراحة خطورة من اللاعب السوري كورتغلي، فلما نزل عبيدة على اليمين أجبر السوري ظلوا متأخر، فقتل الخطور. ثلاث لاعبين من دفاع الوحدات اليوم في أي هجمة كانوا موجودين، كانوا موجودين يعني كمان العباب قرأ المباراة منيح. هلأ إذا انتبهتوا جزء الكابتن بيشاركني في الرأي في دخول شرارة بدأ قوي
وبعد حوالي يعني نص ساعة من دخوله يعني عند الدقيقة 75-80 شرارة بدنيا وقف. هذا قاعد بيعطيك انه شرارة المفروض اذا انت بدك تدخله في جو المباراة كان المفروض تدخل فيه في البداية، منها انت بتكون بتستغل الحالة البدنية او المستوى البدني اللي عند شرارة ويعطيك حلول في الشوط الاول وتنهي الضغط اللي عليه. طيب. من التاخير التسجيل. جميل 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 جدا. اليوم الجليل ارتفع صار 10 في المركز التاسع، خلينا نحكي او التاسع مع السلط. الوحدات بقي في 28 نقطة مع انه يعني بتحكي بتسع نقاط بينه فارق. وبين المتصدر. المتصدر شو التفكير لك؟ ابتعدل. شوف ابتعدل. هو مش انه راح عليه لكن. لا لا هو على الورق لسه الدوري موجود. انت باقي تسع مباريات. انت الان. برأيك انت شو لازم يعمل؟ انت الان بدك تلعب كل مباراة زي مباراة نهائي مباراة كأس. انت لازم تفوت على المباراة وفايز فيها. ما في مجال اللي تغامر او تقول انا بدي العب توازن او شيء. لا بدك تفوت في قوة هجومية ضاربة جدا الان حتى تعوض النقاط اللي راحت عليك. وللأسف بدك تستنى الفرق الثانية تتعثر. بدك هدايا. بدك تستنى الحسين يتعثر. الفيصلي عندك مباراة معه ممكن انت تفوز عليه تطلع عنه. لكن الحسين بدك تستنى يتعثر مباراتين وانت تفوز عليه حتى انت تطلع فوقي. فهم يعني نادي الوحدات اليوم حط حاله في موقف صعب جدا في المنافسة. يعني التعثر القادم للوحدات يودع الوحدات. يعني هو شوف اكون صريح معك احنا ما بدنا نحبط الجمهور لكن 60-70% والله الجمهور عارف اكثر منه مني بعرف بس يعني 60-70% الوحدات الان ابتعد عن المنافسه في ظل هذا الاداء السيء اللي بنشوفه اليوم. يعني انا مش عارف شو بدي احكي بصراحه دكتور. يعني الواحد متضايق كثير. يعني تخبطات من بدايه الموسم. انا تخبطات في عندي من بدايه الموسم سواء في قدوم اللاعبين في تغيير المدربين في تخبطات كثيرة قاعدة بتصير في النادي. طب هذا كله قاعد بأثر على مين؟ بأثر على النادي، بأثر على الجماهير. هذا كله اللي قاعدين بنشوفه بنحصد اليوم هاي سببها التخبطات اللي صارت بداية الموسم. كمان إدارة الوحدات يعني كمان الله يعينها في ظل هالتوقفات وظل 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 وإدارة يعني لا يعني ما بيختلف اثنين انهم بحبوا ياخذوا الدوري اكثر من الجمهور واكثر منك واكثر من والدليل انهم مراد والدليل انهم قاعدين بيشتغلوا بيجيبوا لاعبين يعني وسجلوا يعني لاعبين يعني اللاعب الاخير الانغولي تريس ما شاء الله يعني لاعب تعاقد صحيح شراره تعاقد صحيح يعني جماعه حابين يشتغلوا اكيد فيش اداره فيش رئيس نادي او اداره حاب انه فريقه ما ينجحش وهي طبعا والدليل انهم قاعدين بيتعاقدوا على لاعبين وبيجيبوا لاعبين بس احنا بنحكي بدايه الموسم انت لازم يكون انا في خطه اليوم استراتيجيه في عندي تنظيم يكون في عندي خطه ويكون في عندي مدير فني في النادي يعمل لي استراتيجيه للفريق يكون عندي لجنه رياضيه تعمل الفريق عدا المؤاخذه يعني مش اروح اجيب انا اقول لمدرب فلان ولا علان جيب لي لعيبه قبل ما يجي المدرب وروح يجيب لي 6-7 لعيبه على كيفه ويجي المدرب الثاني مش عاجبه داركو ليش خلص اكون صريح معاك يعني داركو ليش خلص داركو خلص من وراء هاي الامور يعني انا اجي على فريق عنده 6-7 لعيبه مش مفروضين عليه بس موجودين هذول طب انا ما بدي اياهم هذول اللاعبين وانا اروح فيهم فتخبطات كثيره في النادي على كل حال على كل حال دائما هو يشوف عوامل انه ما تصل او ما تنجح بيكون فيها بيكون في عوامل لاعبين بيكون قرارات اداريه بيكون ملعب شتاء الدنيا شتاء الزحاليق ممكن ساهمت والله هو على الفريقين الملعب مش على فريق لحاله ولا راضي يقتنع بس ضروري ضروري والله كابتن نقطة الجليل نقطة أخيرة الجليل يشكر المباراة الفاتة تقدم مباراة كبيرة زي ما حكيت لك في ظل تغيير فريق كامل 12 لاعب ويحقق ويلعب في صورة حلوة كانت أمام فريق ندمعان واليوم يحرج وصيف المتصدر ويقدم نتيجة في ظل ظروف صعبة هذه هي تسجل لإدارة نادي الجليل للجهاز الفني للاعبين فريق نادي الجهاز الفني حقيقة اليوم في نادي الجليل هذا يجب أن يشكر صحيح اليوم ظهر الجليل بصورة الشوط الأول تخيلوا هم خلص 12 لاعب من عنده دكتور و12 لاعب في خلال الشوط الثاني قرأ المباراة حقيقة هي تسجل للجهاز الفني نعم واستطاع أنه يخطف نقطة وكان الأقرب للفوز 100% صحيح